الرجاء سوى 3 أشهر، قاد خلالها الأخضر مقابل خسارة وأربعة تعادل في ظل أزمة غياب الجمهور والترك. رغبة الجمهور الأخضر في رقصرون على أسماء رحلت وعوضت انتقادات كما تكلم شاكر في هذا التقرير، ولكن هناك العديد من المحاور في هذا الموضوع. على البداية من المحور الأول وهو السؤال البديهي، هل أنت مع هذه الإقالة ولماذا؟ صراحة لكي نكون محايدين أو لنعطي بحقنا حقها، ما هي الأهداف التي تمت تعاقد مع المدرب عندما نرى بأن تعاقدنا على موسمين، نتكلم على أمد تقريبا متوسط، وعندما نرى أن الانفصال صار بعد 3 أشهر فهناك نقطة استفهام. إذا فالفريق الرجاء البيضاوي نتكلم على كأس إفريقيا حين وصلوا يكون هو في المتصدر. بعضها البعض، محمد المهودي من الرباط مرحبا بك محمد. السؤال الأول كما سألت لهشام، هل أنت مع هذه الإقالة ولماذا؟ نقطة بنقطة حتى لا نخلط نقاط الحوار، تفضل محمد. اولا تحيه لك وتحيه ايضا للعزيز هشام وتحيه لكل المتابعين الكرام والمشاهدين الكرام. انا مع الاقاله 10 مباريات، تعادل ب4، تعادل ب5 وفاز ب4، هل هذه نتائج كافيه؟ تكلم مابودي بان لم يحقق ما هو مطلوب منه. ما هو المطلوب منه؟ هو المطلوب منه، لان اعرفه كما قلنا بان فريق الرجاء ليس بالفريق السهل، ولو انك تنتصر لابد ان تقنع في لاعبك، وهذا شيء لا مناقشه عليه. كل ما ابتعد يمكن التواجد ديالو في المرتبه الثانيه، وفريق الرجاء نعرفه فريق بطولات لا يقبل بالمرتبه الثانيه بقدر ما هو دائما المبتغى والهدف ديالو هو التتويج بالدوري. الاخر مارودي يمكن تكلم على المستوى المتذبذب او المستوى الذي لا يروق باسم الرجاء، يمكن ان يكون صحيحا، ولكن اذا انا تكلمت في الاول ما هي الاهداف المسطره على البعد مع الاداريين او مع الرئيس، لان هذا هو اللغز انا الذي لا اتفهمه. كيف تتعاقد مع مدربين ما على مثلا على سنتين او كيف تقله بعد 3 اشهر؟ هل هذا المستوى؟ اذا انت خطا من المره الاولى، لان التعاقد حقيقه مع هذا المدرب فهو خاطئ. فالمتتبعين والمتقربين من الفريق البيضاوي هما كان لهم شعور بان الفريق ليس في الطريق الصحيح. انا اتكلم على المستوى الفني، هذا حاجه اخرى يبقى بين قوسين. طبعا هناك قوله للمهودي، يعني 10 مباريات 5. اولا لابد من تقديم بعض المعطيات. انا اعتقد اي تعاقد لاي مدرب مع فريق رجاء الرياضي يكون باهداف واضحه. الرياضه هذه للامانه الرئيس بقي متشابه. عندما ياتي المدرب لديه فكر كروي يريد ان يطبقه، يحتاج لربما لموسم او موسمين. حتى كبار المدربين، يورجن كلوب لم يكن ليفربول بهذا الشكل عندما اتى، احتاج ل3 مواسم حتى نشاهد هذا الشكل. يقول مابودي بانه بناء على الارقام تمت اقالته، الارقام هزيمه واحده. الارقام تتحدث عن فوزان في دوري ابطال افريقيا، 10 مباريات فقط. فكر كروي، هل تستطيع انت كهشام الان امام اي نادي ان تطبق فكرك في 10 مباريات؟ لا ابدا، الارقام تتكلم عن نفسها. اذا انا بدات كلامي على حساب الاهداف المسطره وعلى حساب العقد الذي وقع، لكن على موسمين فاحنا نعرف بان هناك امل. اما اذا نتكلم على 10 مقابلات او ارقام اليوم، ما يمكنك تتكلم على المدرب. الاخر مابودي نتكلم على هناك لم ينجح، مره المدرب يخيب ومره يصيب، هذه حقيقه، في تغيير لاعبين، في اماكن المقابله، في تسيير المقابله، لان هناك سيناريوهات كثيره جدا، وهنا ايضا وين تكون تتبان كفاءه المدرب. ولو ان المدرب كف مره يخيب ومره يصيب، هذه حقيقه، ولكن دائما عندما تتعاقد مع المدرب هذه نقطه اساسيه. اولا يمكن ان تخطا في المدرب، نعرف فريق الرجاء فريق عريق، فريق يلعب الكره القصيره وكذا. اذا عندما تتعاقد مع المدرب يجب ان هذا المدرب ان يكون قريبا جدا من الفلسفه والفكر لكي ينجح، ولكن لكي ينجح لازم يحتاج الى وقت لتطبيق افكاره ولتطبيق سياسته، وهل يتوافق مع اللاعبين الموجودين داخل المجموعه، هذا هو بيت القصيد. فهل هناك صبر على المدرب؟ دائما اقول بان الصبر على المدرب اذا كان كفاءه فاعطيه الوقت، ولكن ان تحترم وقته وان تحترم عمله. اما اذا كنت تحت لا تصبر على الضغط وتريد نتائج في 10
لا يمكن ان يتطبق الامتناع. يعني طبعا عبر الهاشتاج ان شاء الله مذكور 33 عن نجوم وعن بيع اللاعبين قال بان المشكله فريق الرجاء الرياضي اقولها وللامام لن يقبل باي مدرب ياتي فقط رجاء فرجه يعني فرجه ممتاز هي المتعه حقيقة. انت كنت موجود 2006 و2007 ما مدى تاثير ذلك كما قال هل اختلف الفكر الكروي لدى الجماهير حتى يغير على مدى هو تاريخ اقتصادي هو تاريخيا يعني كان فريق في المرتبه الاولى وغير المدرب لانه لا يقنع ولا يمتع ولكن نقطه جد مهمه هي اللي تكلمت عليها الضحيه الوحيده الذي دائما تكون هي هو اللاعب حدته عندما تغير المدربين فانت ترجع باللاعبين بعض المرات الوراء لان المدرب الذي يكون قبل فهو يلعب بطريقه وبنمط وبالفلسفه وبطريقه ما عندما تغير مدرب اخر فهو يغير الحركه بكره او بدون كره وهذا بعض المرات يؤثر سلبا على المنظومه الكرويه لفريق ما. الحوار مره سريعه معك هشام احمد المغودي لك مني هديه ان تم اعلان غدا عن نبيل معلول حمد المغودي الشكر الجزيل لك من الرباط الناقد الرياضي من هناك الشكر الجزيل لك بانتظار الاعلام دعنا نقطع حلو مارد هشام غدران كل الشكر لك لوجودك معنا دائما في المواضيع التي تخص الكره العالميه والكره المغربيه على الخصوص ولكن قبل الختام نذكركم مشاهدينا